نكمل معاكم فقراتنا مشاهدينا الكرام، وده ميعاد وقفتنا الصحفيه مع بلاط صاحبه الجلاله، وبنستعرض من خلالها مجموعه من عناوين الصحف اللي صدرت في القاهره صباح اليوم بالعرض والتحليل مع ضيوفنا الكرام على الهاتف. اسمحوا لنا في البدايه ارحب بضيفي الاستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالاهرام، هو معنا عبر الهاتف. صباح الخير يا استاذ صبري. يا صباح الخير. صباح الخير يا استاذ صبري، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اسمح لنا نبتدي مع حضرتك هذه الجوله الصحفيه، البدايه من جريده اخبار اليوم وتحديدا من الصفحه الاولى منها، ثلاث قمم ولقاءات ثنائيه للرئيس خلال اجتماعات مجموعه العشرين باليابان. السيسي: مصر حريصه على القيام بدور فاعل لتحقيق اهداف الشراكه بين افريقيا والصين. كيف تابعت يعني فعاليات هذه القمه ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها؟ قمة العشرين هي التوسع الذي حدث في قمة الدول الصناعية السبع، وده عشان يبقى في تمثيل قوي لمختلف دول العالم التي يتعشم العالم أن تتعاون من أجل الارتفاع بمستوى الشراكة بين هذه الدول، من حيث مش بس الشراكة الاقتصادية ولكن أيضا الشراكة السياسية. مصر تدعى إلى هذه القمة للمرة السادسة هذه المرة. الرئيس كان له عدد من اللقاءات المهمة مع عدد من زعماء العالم، منهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي تثمن الدور المصري في إفريقيا وتثمن القدرة المصرية على تطوير الاقتصاد وعلى تحقيق نجاحات اقتصادية طوال الفترة الماضية، أشاد بها مش بس انجيلا ميركل لكن أيضا رئيس صندوق النقد الدولي التي التقاها السيد الرئيس أيضا على هامش لقاءاته في القمة. القمة خرجت بمجموعة من القرارات أو التوصيات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في ظل تراجع اقتصادي عالمي نتيجة عوامل كثيرة جدا. أيضا القمة سمت دور مصر في محاولة دفع التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي ومحاولة إيجاد تكامل ما بين الدول الإفريقية التي تزخر بالعديد من الثروات التي لم تستغل حتى هذه اللحظة كما يجب. هناك سعي حثيث من مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتحقيق نوع من التكامل ما بين الدول الإفريقية اقتصاديا، لتحقيق عدد من المشروعات منها مشروعات النقل والطرق عشان يبقى في قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي وتستطيع الدول الإفريقية استثمار ثرواتها التي استغلت على مدى سنوات طويلة جدا من قبل المستعمر الذي كان يحتل معظم الدول الإفريقية. الآن الدول تحررت والدول كلها تسعى إلى تحقيق طفرات لشعوبها، ومصر تساهم في هذا بقوة. صحيح. طيب أستاذ صبري، خلينا نكمل جولتنا مع حضرتك ونروح لجريدة الأهرام، ومن الصفحة الأولى أيضا نقرأ خبر يقول على لسان قائد الدفاع الجوي الفريق علي فهمي: قادرون على مواجهة أي تهديدات. تفاصيل الخبر سريعا يا أستاذ صبري، بتقول أن الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي أكد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أي تهديدات أو تحديات. دلالة هذا الخبر في رأيك أستاذ الصبري في هذا التوقيت؟ الحوار والتصريحات التي أدلى بها الفريق علي محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، وهو على فكرة ابن الفريق محمد علي فهمي أيضا كان قائدا لقوات الدفاع الجوي،
جاء في إطار احتفال قوات الدفاع الجوي بالعيد 49 لتأسيس هذه القوات. الدفاع الجوي لعب دورا مهما في حرب الاستنزاف، ولعب دورا مهما في كل الحروب التي خاضتها مصر منذ أن تم تأسيسه وحتى الآن. نحن نملك وسائل للدفاع الجوي تؤمن الجو في مصر وتؤمن الأراضي المصرية. لا، للدفاع الجوي بطولات عديدة جدا، أنشئ حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، وكان عامل مهم في انتصار 73. فعلا القوات المسلحة، القيادة العامة للقوات المسلحة والقائد الأعلى للقوات المسلحة يعطي أهمية قصوى ليس فقط لقوات الدفاع الجوي، ولكن لدعم وتطوير كافة أسلحة القوات المسلحة المصرية برا وبحرا وجوا من أجل الدفاع. نحن دولة لا تعتدي، ودولة لا تبادر بالهجوم، ودولة تحمي أراضيها وتحمي أمنها القومي وتحمي شعبها من خلال قوات مسلحة مصرية وطنية شريفة متطورة. تم تنويع مصادر الحصول على السلاح بشكل واضح ولافت للنظر. عندنا أسلحة من ألمانيا ومن فرنسا ومن دول عديدة، ولم نعد يعني نعتمد على دولة واحدة أو دولتان في تسليح قواتنا. عندنا أكبر قاعدة جوية، قاعدة عسكرية للتدريبات ولحماية المنطقة الغربية، وهي قاعدة محمد نجيب الحديثة. عندنا كل ما يمكن أن يحمي الشعب المصري والأرض المصرية من خلال القوات المسلحة. نعم، نشكرك في النهاية شكرا جزيلا الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. ما زلنا معكم في هذه الجولة الصحفية، وبننتقل إلى جريدة المصري اليوم، ومن الصفحة الأولى: الأحزاب تحيي ذكرى ثورة 30 من يونيو وإجراءات أمنية مشددة في المحافظات. أبو شقة: أنقذت مصر من المخططات الإرهابية. طبعا يعني الشعب المصري في هذا اليوم العظيم وقف على قلب رجل واحد، رافضين الفاشية الدينية وأرادوا الحفاظ على مصر والهوية والثقافة والملامح المصرية من خلال النزول بالملايين في ميدان التحرير وغيرها من ميادين على مستوى جمهورية مصر العربية. تمام، خلونا نكمل قراءتنا من جريدة الجمهورية ونروح للصفحة الأولى: حرس الحدود يواصل ضرباته الناجحة ضد عصابات التهريب، ضبط 1,185,000 قرص مخدر وإحباط تسلسل 334. قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي تمكنت من ضبط 1,882 كيلوغرام من مخدر الحشيش و 2,325 كيلوغرام من البانجو، و 3 كيلو من الأفيون، و 1,185,000 قرص مخدر، وكل ده في إطار الجهود المكثفة اللي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة ومكافحة التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية وحماية حدود مصر بشكل عام. عودة من جديد لجريدة أخبار اليوم، ولاجارد على تويتر: سعيدة باللقاء رئيس السيسي، وأكدت له دعم الصندوق لجهود الإصلاح في مصر. السيسي خلال مشاركته في قمة العشرين باليابان: ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين، مصر مع التسوية السياسية الشاملة في ليبيا وتنسيق الجهود لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية. طيب، خلونا نرجع مع حضراتكم مرة تانية لخبر تنصيب المهندس أحمد عثمان رئيسا للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختياره بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتم تنصيبه بالأمس
المهندس أحمد عثمان بيعد أول رئيس عربي ومصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبيسعدنا أنه يكون معنا الآن عبر الهاتف المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. صباح الخير يا باشمهندس أحمد. صباح الخير يا باشمهندس احمد، اهلا بحضرتك معانا. وطبعا في البدايه بنتوجه لك طبعا بالتحيه والتهنئه، الف مليون مبروك طبعا يعني على هذا التقدير الكبير، كونك اول رئيس عربي ومصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيره والمتوسطه. اولا يعني محتاجين نعرف بعض المعلومات او الملامح العامه او جزء من التفاصيل عن مسؤوليات هذا المجلس. المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة هو أقدم منظمة في العالم بتشجع المشروعات الصغيرة المتوسطة. المجلس أنشئ سنة 1955 في الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا تواجد في أكثر من 55 بلد، لدينا في هيكل العضوية بتاعنا حوالي 6000 عضو. الأعضاء دول منقسمين لأربع أجزاء، الجزء الأول منهم هم صناع السياسات حول العالم، الجزء الثاني هم الأكاديميين اللي بيشتغلوا في مجال الصناعات الصغيرة ورياده الأعمال، الجزء الثالث هم الباحثين في هذا المجال، والجزء الاخير هم اصحاب الورشات او رواد الاعمال. المجلس بيعمل بشراكه مع الامم المتحده، منظمات وعده منظمات تابعه للامم المتحده لرسم سياسات دوليه لخلق فرص عمل. احنا عارفين ان الصناعات كثيره في العالم بيحصل فيها تقلص في الفتره الجايه نتيجه ان التجاره البينيه الدوليه في حاله انخفاض، فبالتالي الصناعات الصغيره والمتوسطه طبقا لتقديرات الامم المتحده المفروض تخلق حوالي 300 مليون فرصه عمل في 10 سنين. نعم. ده عن أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة دكتور أحمد ودورها في بناء الاقتصاد. احتياج مصر لهذه الخطوة أو فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واحتياج الاقتصاد المصري ليها في هذه المرحلة كركيزة لدعم وبناء الاقتصاد المصري مرة أخرى. الحقيقة الحكومة المصرية طبعا رئيس عبد الفتاح الأربع سنوات اللي فاتت حصل اهتمام كبير جدا جدا بهذا المجال من خلال عدد من المبادرات الكبيرة زي مبادرة البنك المركزي للتمويل، المبادرات المختلفة من التعاون الدولي ومن إعداد مشروعات وإنشاء جهاز. فبالتالي كل الاهتمام ده اللي حاصل يؤكد إن فعلا قطاع الصناعات الصغيرة المتوسطة في مصر ماشي على الطريق الصحيح. احنا شايفين في الفترة الجاية إن شاء الله هيكون في قانون خاص لتشجيع وتنمية هذا القطاع، كمان قانون الاستثمار وقانون الإنتاج اللي تم إقرارهم مؤخرا برضه بيشجعوا الناس تبدأ شركات الناشئة. واحنا شايفين كمان اهتمام بإصلاح التعليم سواء التعليم المدرسي أو التعليم الفني، لأن ده برضه لما تكون الناس عندها المهارات الأساسية التقنية يقدروا يفتحوا مشروعات وينجحوا فيها بشكل جيد. الحقيقة الاهتمام يعني مظبوط اللي حاطينه في مصر ده. العالم كله شايف إن ده يعني جيد جدا لمصر كسوق كبير فيها 100 مليون مستهلك، وكمان ان شبابنا لو قدروا يعملوا مشروعات ذات جوده عاليه يقدر يكون عندهم فرص تصديريه لطبعا قارتنا الافريقيه والمنطقه العربيه واوروبا في المناطق المختلفه. طبعا الاهتمام بالصناعات الصغيره ده اهتمام يعني عالمي، فعلا العالم كله واخد هذا الاتجاه. احنا شفنا دول كبرى زي البرازيل وزي كوريا قدرت تطلع في التصنيف الدولي كاستضافة العشرة الأقوى في العالم نتيجة اهتمام بهذا القطاع. طيب باشمهندس احمد، اكيد طبعا في اليات كثيره يعني مطروحه من اجل توفير قنوات تمويليه لربط الجهات المختلفه في اطار تعزيز المشروعات الصغيره والمتوسطه، هذا جانب. والجانب اخر فيما يتعلق بالاستشارات القانونيه المتعلقه بهذا القطاع على مختلف دول العالم. احنا عندنا مجموعات عمل مكونه من خبراء مختلفين في مجال رسم السياسات، فدول بيكونوا موجودين ومتاحين للاستعانه بيهم من كافه دول العالم. وعارفين مصر بقى لها اولويه الفتره الجايه انها تستفيد من تجارب الدول الاخيره الاخرى في رسم السياسات. احنا كان عندنا اجتماع مع وزير الدول في الفتره الاسبوع اللي فات، كوريا فيها 8000 برنامج لتشجيع الصناعات الصغيره المتوسطه اتعمل على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا. فالكوريين عرضوا تجربتهم وقالوا مصر ممكن من هذا الكلام بدل ما نخترع العجله، بالعكس احنا نجاحات. الشق الثاني المهم برضه هو الشق زي ما قلت قبل كده هو عمليه التعليم.
صاحب المشروع او رائد الاعمال لما يكون عنده المهارات الاساسيه اللي تساعده على انه يعمل مثلا خطه عمل، يعني دراسه جدوى، يقدر يعمل في السوق بتاعه سواء السوق الداخلي المصري او السوق الخارجي، يكون فرص نجاحه اقوى من ان حد يخش يعمل مشروع هو ما عندوش هذه الامكانيات او المهارات. فالفتره دي ان شاء الله هيكون في اهتمام برضه بخلق برامج تمويل لشبابنا يجي رؤوس اموال تستثمر في مشروعات مصريه سواء صغيره او متوسطه، كمان مشروعات فيها مكون الابتكار والتكنولوجيا. تمام. طيب اخيرا باشمهندس احمد، اختيارك كاول رئيس مصري وعربي منتخب لهذا المجلس ماذا يعني لك وماذا يمثله؟ وايضا بالتاكيد يضع على عاتقك المزيد من المسؤوليه والحمل في هذا المنصب اعتقد المهم والحيوي في الاقتصاد المصري والمنطقه بشكل عام. والله الحقيقه بص حضرتك يعني خلينا نتكلم بوضوح صراحه، الناس شايفه ان في تغيير جذري في السياسات الخارجيه المصريه. مصر ليها ثقه النهارده دولي على الصعيد السياسي والاقتصادي، فبالتالي عمليه الترشح كانت عمليه يعني بتتوج ان فعلا مصر النهارده حصل فيها تغيير. في الاربع خمس سنوات اللي فاتت الامم المتحده شايفه تغيير جوهري، البنك الدولي، النقد الدولي، الاصلاح الاقتصادي اللي تم في الفتره اللي فاتت غير مصر، كل المؤشرات الاقتصاديه العالميه ايجابيه جدا للاقتصاد المصري. ان شاء الله في السنين القليله اللي جايه هنبدا نشوف ان شاء الله تصنيف مصر كدوله يعني هيصعد في الترتيب، ان شاء الله مصر من احسن 10 دول في العالم في الاقتصاد قريب جدا من التقديرات البنك الدولي، يعني مش كلام انا. طيب اكيد كان في طعم منافسه من شخصيات جنسيات اخرى باشمهندس احمد مع حضرتك في يعني تولي هذا المنصب، خاصه ان هو بالانتخاب مش بالتعيين، وبالتالي يعني ماذا عن المنافسين لك على هذا الموقع؟ تم على مرحلتين، حضرتك المتقدمين بيقدموا للجنه هي اسمها نومينيتد كوميتي، لجنه الاختيار، اللجنه دي بتصفي المرشحين في معايير معينه بيتم تطبيقها عليه. بعد كده كانت في مرحله اخرى كان في منافسه من هندا والولايات المتحده، والحمد لله ربنا كرمنا. نشكرك جدا والف مليون مبروك لحضرتك ولكل المصريين والعرب على هذا المنصب الكبير، يعني كونك اول رئيس عربي ومصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيره والمتوسطه المهندس احمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيره والمتوسطه.